أهلا بكم. طالبت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من جميع المطاعم الشعبية الراغبة بالإعفاء من التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات بالمبادرة إلى تحديث قوائم أسعار الوجبات والأصناف الشعبية التي تقدمها هذه المطاعم حسب قرار الحكومة الأخير. وكان مجلس الوزراء قرر في شهر آب تخفيض أسعار الوجبات الشعبية من الحمص والفلافل بواقع 7% والوجبات الداخلة فيها اللحوم بواقع 15% للمطاعم التي ترغب بالحصول على الإعفاء الضريبي. وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في بيان صحفي أن الفرق المختصة ستقوم بجولات تفقدية على المطاعم للتأكد من التزامها بالأسعار والكميات الواردة في قوائم الأسعار المعتمدة حسب قرار الحكومة بهذا الشأن، وستتخذ عقوبات بمقتضى القانون للمخالفين. وقالت الدائرة في بيانها إن الأسعار الواردة في هذه القوائم هي الحد الأعلى المسموح البيع به، ويجوز للمطعم البيع بأقل من ذلك، وهذا القرار لا يشمل المقاهي ومحلات الكوفي شوب ومحلات وأماكن بيع المشروبات الساخنة والباردة. أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن أسعار المنتجين الزراعيين في المملكة ارتفعت بنسبة 1.6% للسبعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومن أهم المحاصيل التي ارتفعت أسعارها الكوسة بنسبة 11.5%، الموز 10.9%، الخيار بنسبة 6.9%، والتي شكلت أهميتها النسبية 34.6%. في حين شهدت أسعار المنتجين الزراعيين انخفاضا لمحاصيل الباذنجان بنسبة 27.5%، والفلفل الحار 25.7%، الفلفل الحلو 19.2%، والزهرة 13.5%، والبندورة 9.5%، البطاطا 5%، وبأهمية نسبية لهذه المحاصيل بلغت 65.4%. تراجع مستوى السيولة المتداولة في بورصة عمان إلى مستوياته الطبيعية في جلسة اليوم بعدما ارتفع في جلسة أمس بشكل كبير بسبب تحويلات مالية تمت على أسهم عدد من الشركات. فقد أظهرت مؤشرات التداول أن حجم السيولة المتداولة بلغ بنهاية جلسة اليوم حوالي 8,400,000 دينار تحققت عبر تداول 8,200,000 سهم نفذت من خلال 3,727 عقدا. أما المؤشر العام القياسي لأسعار الأسهم فقد سجل ارتفاعا طفيفا وأغلق عند مستوى 2140 نقطة. وقطاعيا فقد سجل القطاع الصناعي انخفاضا كبيرا بلغت نسبته 1.65%، وانخفاضات الخدمات بنسبة 6%، في حين ارتفع للقطاع المالي بنسبة 99%. أما على مستوى المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد ساهم القطاع المالي بنسبة 56.19% والصناعي بنسبة 24.86%، أما الخدمات فساهم بنسبة 18.94%. أما الشركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي العرب للتأمين على الحياة والحوادث بنسبة 6.59%، شركة الأردن بنسبة 5.81%، أما الأكثر انخفاضا فهي الموارد للتنمية والاستثمار بنسبة 6.25%، العالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 5.26%. بدأت اليوم في الرباط أعمال الدورة 40 الاجتماعي محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية. محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري دعا خلال الافتتاح في كلمة له نيابة عن ملك المغرب محمد السادس السلطات والمؤسسات النقدية العربية إلى المزيد من اليقظة والعمل على تحقيق قدر من المرونة في النظام المالي من أجل ضمان التمويل الملائم للاقتصاد ودعم النمو وتعزيز رقابتها لتلافي حدوث أي اختلال في النظام ومكافحة التدفقات المالية غير القانونية خصوصا تلك الموجهة لتمويل الإرهاب. تلقت الأسواق العالمية اليوم دعما من قرار البنك المركزي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وتلميحه أنه قد يشدد السياسة النقدية بحلول نهاية العام الحالي مع استمرار تحسن في سوق العمل. فقد تراجع اليوم سعر الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع أمام العملات الرئيسية الأخرى بفعل قرار الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغير، مما جعل السلع الأولية أرخص لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية بقيادة أسهم شركات التعدين إثر المكاسب في وول ستريت وآسيا بعد قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. Thank you.
أما أسعار الذهب والنفط فقد تلقت أيضا دعما من قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء أمس ارتفع متأثرا بقرار الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية بدون تغير في أيلول الحالي، إلا أنه عاد إلى الانخفاض في جلسة اليوم في أعقاب تلميح المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة نهاية السنة ليسجل مستوى 1336 دولارا للأونصة. أما أسواق النفط فقد تلقت دعما أيضا من قرار البنك المركزي الأمريكي، إضافة إلى تراجع الدولار بعد انخفاض المخزونات الأمريكية المفاجئ، وارتفعت للجلسة الثانية على توالي اليوم ليصل برنت إلى 47 دولارا و21 سنتا للبرميل. أما الخام الأمريكي ارتفع إلى 45 دولارا و75 سنتا للبرميل، وهذا الارتفاع شجع المستثمرين قبيل اللقاء الذي سيجمع منتجي أوبك وروسيا في الجزائر الأسبوع المقبل لمناقشة تقليص الإنتاج.